صباح الخير. النهاردة بعد ما خلصنا الكلام على بطليموس الثامن وقلنا ان هو ساب زوجته كليوباترا الثالثة مع ولدين، معها طفلين من الذكور وطفلين او بنتين تانيين، وهو ايه الحقيقة بطليموس الثامن ادى يعني الحرية لكليوباترا ان هي تشوف الطفل او يعني الابن اللي تختاره علشان يبقى خلفا لابيه كملك لمصر. هنشوف كده مع بعض الفتره ديت. ادي احنا قلنا اهو كليوباترا الثالثه التي تزوجت من عمها بطليموس الثامن، جابت عندها 4 اولاد: بطولومي the ninth، سوتر the second، بطولومي the tenth، الكسندر the first، كليوباترا the fourth، and كليوباترا ثليني. الحقيقة بطليموس الثامن زي ما قلنا ادى الحرية لكليوباترا الثالثة ان هي تختار احد ابنائها ليكون ملكا على مصر، وفي نفس ذات الوقت هو كان يرغب ان سيرينايكا او قورينا تحكم كأنها إمارة لوحدها او يعني كشكل مستقل، وعلشان كده ادى حكمها لاحد ابنائه غير الشرعيين اللي هو اسمه بطليموس ابيون. ولكن الحقيقه بطليموس ابيون قرر ان هو ينفذ وصيه ابوه القديمه قوي قوي. لو انتوا فاكرين قلنا ان بطليموس الثامن زمان جدا جدا ايام ما كان ملك قورينا اوصى ان قورينا او ان ملكه على قورينا يؤول لروما في حاله وفاته بدون وريث. الحقيقه طبعا هو عنده وريث، لكن من الواضح ان بطليموس ابيون كان شخص ضعيف الاراده، فبالتالي سلم قورينا وجعلها تحت السيطره الرومانيه. Before his death, Ptolemy the Eighth handed to his wife Cleopatra the Second, choosing one of his sons, either Ptolemy the Ninth or Ptolemy the Tenth, to be the king of Egypt. On the other hand, Ptolemy the Eighth planned that Cyrenaica, which where is the location of Cyrenaica, it's the north of Libya, should be ruled as an independent kingdom. يعني لازم تبقى ايه او تحكم عن طريق ملك مستقل. By an illegitimate، يعني ايه illegitimate؟ غير شرعي. By an illegitimate son of him was called Ptolemy Appian. However, Ptolemy Appian, the illegitimate son، الابن غير الشرعي of Ptolemy the Eighth، decided to carry out the will of his father. قرر ان هو ينفذ وصية ابوه and turned Cyrenaica to a to the Roman Empire or to the Roman authority. الحقيقة عصر بطليموس التاسع يمكن أن يقسم إلى فترتين تاريخيتين. أول فترة هي فترة حكمه اللي استمرت من 116 قبل الميلاد بموت أبوه بطليموس الثامن حتى 107 قبل الميلاد، والفترة الثانية عزل في هذه الفترة فترة كده من الفترات كان خارج مصر، وهنشوف إيه اللي حصل، ورجع مرة أخرى كمالك للبلاد واستمر حكمه من 88 حتى وفاته سنة 81 قبل الميلاد. So the period of the reign of Ptolemy the Ninth or Soter the Second, he was called Soter the Second to make a difference between him and Ptolemy the First, because Ptolemy the First was the first one was called Soter or the Savior. The period of Ptolemy the Ninth reign could be divided into two historical phases. فترتين تاريخيتين. The first reign he ruled by the death of his father Ptolemy the Eighth in 116 BC till he was exiled, till Ptolemy the Ninth was exiled in 107 BC. After that he regained his throne of Egypt, and the second reign of Ptolemy the Ninth began in 88 BC till his death in 81 BC. الحقيقة زي ما قلنا ان بطليموس التاسع هو اللي اعتلى العرش ولقب سوتر او لثورس او المنقذ. هو في البداية تزوج من كيلوباترا الرابعة، والحقيقة بعد فترة من الزواج يقال ان هي اولا انجبت له بنت، وهنشوف بعد كده لان البنت دي هتلعب دور بعد كده اللي هي بيرنيكي الثالثة. بعد فترة من زواجه من كيلوباترا الرابعة يقال ان هو طلقها وتزوج اختها او اخته اللي هي كيلوباترا سيليني. طبعا دوت ادى لغضب شديد جدا من كليوباترا الرابعه، ويقال ان كليوباترا الرابعه يعني سابت مصر وراحت في سوريا حيث عاشت وايه ودفنت هناك.
يبقى هو تزوج مرتين، مرة من أخته الأولى اللي هي كيلوباترا الرابعة، ومرة من أخته الثانية كيلوباترا سيليني، سيليني يعني القمر، وهي الأخت الثانية لبطلميوس التاسع. After the death of Ptolemy the eighth, his son Ptolemy the ninth get access to the throne، وصل للحكم. And he was titled Ptolemy Soter, Soter the Savior. And the historians called him Soter the second to make a difference between him and Ptolemy the first. Ptolemy the ninth married his first sister Cleopatra the fourth، تزوجها، but he divorced her after a short period of time، لكنه ايه طلقها بعد فترة بسيطة. And he married his other sister Cleopatra a Selene. طبعا ده أغضب، this made Cleopatra the fourth angry، and therefore she left Egypt and went to Syria where she lived and died there. تعالوا نشوف الموضوع دوت. ادي كيلوباترا الرابعه تاني التي تزوجت her uncle Ptolemy the eighth Irrigated the second، وجابت منه اربع ولاد، Ptolemy the ninth، Ptolemy the tenth، كيلوباترا the fourth، and كيلوباترا سيليني. Ptolemy the ninth married for two times twice. The first time he married his first sister Cleopatra the fourth، خلاص، وانجب منها برينيكي the third، وهنشوف برينيكي دي هتلعب دور ازاي. And after a short period of time he divorced her and she left Egypt went to Syria where she lived and died there. And after that he married Cleopatra Selene, Cleopatra the moon. تمام. الحقيقة كيلوباترا التالتة ما كانتش راضية أبدا عن طريقة حكم، أو يعني ما كانتش راضية عن بطلميوس التاسع، ويقال إن هي كانت أكثر ميلا لبطلميوس العاشر إن هو اللي يحكم البلاد. وعلشان كده قدرت الأم تقلب السكندرين أهل اسكندرية على ابنها الملك بطلميوس التاسع، اللي في النهاية اضطر إن هو يغادر البلاد هربا وراح لجزيرة قبرص، حيث إيه حصل له بقى فترة من العزل كده من 107 قبل الميلاد زي ما قلنا لحد 88 قبل الميلاد. يعني قعد فترة في قبرص وتولى أخوه عرش البلاد اللي هو بطليموس العاشر. Cleopatra the third married mother of Ptolemy the ninth wasn't satisfied with the attitude of her son. She wasn't satisfied with her rule, with his rule, and therefore she succeeded in rousing the Alexandrians against her son Ptolemy the ninth. قدرت إن هي تقلب أهل اسكندرية إيه عليه. And he finally had to leave Egypt and he went to Cyprus or the island of Cyprus اللي هي جزيرة قبرص in 107 BC. So the first reign of Ptolemy the ninth or Soter the second began by the death of his father Ptolemy the eighth till his exilement, till his banishment لغاية ما تم نفيه أو عزله in the island of Cyprus in 107 BC. And after that his brother Ptolemy the tenth get access to the throne. ادي بطولمي التنس اللي هو يعني حكم مصر في فترة عزل اخوه بطلميوس التاسع في جزيرة قبرص. The younger son of Cleopatra the third، الابن الاصغر لكليوباترا التالتة، الشخص المحبب ليها اكتر اللي هو بطلميوس العاشر، وصل للحكم. هو حكم مصر كحاكم مشترك مع والدته كليوباترا التالتة اللي كان لها سطوة ولها سلطة ولها كاركتر، حتى توفت سنة 101 قبل الميلاد، وبعدها أصبح بطلميوس العاشر هو الحاكم الأوحد على مصر. في بعض الروايات بتقول إن هو كان ليه يد في مقتلها، إن هو عمل كونسبيرسي أو مؤامرة لقتل والدته حتى ينفرد على العرش، لكن الحقيقة دوت حاجة مش مؤكدة حتى الآن. The younger son of Cleopatra the third was called Ptolemy the tenth Alexander the first get access to the throne، وصل للعرش. He ruled with his mother as a co-regent. وقلنا قبل كده يعني ايه co-regent، يعني حاكم مشترك. After the death of Cleopatra the third، بعد موت والدته in 100 BC، Ptolemy the tenth Alexander the first بطلميوس العاشر وصل للعرش and ruled as an independent king، يعني حكم مصر كحاكم مستقل. الحقيقة زي ما قلنا ان بطلميوس العاشر يقال ان هو كان ليه يد في قتل والدته، لكن لا يوجد ما يدل، يعني لا يوجد ما يؤكد
على ذلك بالدليل القاطع. على أي حال بطليموس العاشر يحسب له أن هو قدر يسترجع السيطرة البطلمية أو الهيمنة البطلمية على كورينا بعد أن كادت أن تضيع، أو هي ضاعت الحقيقة، عن طريق الأخ غير الشقيق لي اللي هو بطولمي أبيون. There is an opinion saying that Ptolemy the Tenth made a conspiracy. يعني he made a conspiracy، يعني عمل مؤامرة، to kill his mother Cleopatra the Third to be the sole king of Egypt. However, it's not confirmed. Anyway, we can see the positive thing for Ptolemy the Tenth that he could retain يعني قدر يعيد the Ptolemaic control over Cyrenaica once again. الحقيقة بطلميوس العاشر أو ألكسندر ذا فيرست تزوج من بنت أخوه. مين بقى بنت أخوه اللي احنا أشرنا عليها، اللي هي بيرينيكي الثالثة، في بعض الأحيان كانت بتلقب ببيرينيكي كيلوباترا، خلاص، وأصبحت بهذا اللي هي ملكة مصر للمرة الأولى، تمام، لأن بيرينيكي الثالثة ظهرت كوين أوف إيجيبت في صورتين أو بطريقتين. يبقى أول مرة بيرينيكي كيلوباترا ديت، مين هي بيرينيكي كيلوباترا؟ هي بنت بطليموس التاسع وكيلوباترا الرابعة، تمام، تزوجها عمها اللي هو بطليموس العاشر، خلاص، وبكده أصبحت هي ملكة مصر. بطولمي the tenth married the daughter of his brother Ptolemy the ninth, and this daughter was called Berenike the third. And to have an heir, عشان يعني بيبقى ليه وريس. But it seems that this wish didn't come true. من الواضح إن هو مفيش ابن شرعي من بطليموس العاشر من برينيكي الثالثة. برينيكي the third was also known as برينيكي كيلوباترا، خلاص، تيمنونا بوالدتها اللي هي كيلوباترا الرابعة. And she was a daughter of Ptolemy the ninth and Cleopatra the fourth. نرجع تاني اهو، ادي بطليموس التاسع. As we said before, he married twice. The first one he married his sister Cleopatra the fourth, خلاص، and he divorced her after a short period of time and she went to Syria. And their daughter is Berenike the third, Cleopatra Berenike, خلاص، واتزوج بعد كده. The second wife was Cleopatra Selene or the moon, and she married also her brother Ptolemy the tenth or soldier. تمام كده. زي ما قلنا، after exiling Ptolemy the ninth on the island of Cyprus, Ptolemy the tenth became the king of Egypt. What is the positive thing he did? He retained the power on the island on the Cyrenaica. He retained the Ptolemaic authority over this place once again. And he married مين بقى؟ He married the daughter of his brother, خلاص، Berenike the third, خلاص، and she became the queen of Egypt. However, he didn't have an heir or a son from her. يعني للأسف إيه، لم تثبت الوثائق على وجود ابن من بطليموس العاشر وبيرينيكي الثالثة. الحقيقة بطليموس العاشر استمر حاكم مصر أو ملك لمصر حتى بعد ما يعني حصل كده ثورة عليه من قبل أهل اسكندرية في سنة 88 قبل الميلاد. وما أشبه الليلة بالبارحة، دايما أخوه عزل من قبل أمه أو من قبل يعني إن والدته عملت يعني أثارت أهل اسكندرية عليه وأهل مصر عليه، واضطر إن هو يهرب لجزيرة قبرص. بطليموس العاشر أيضا حصل معاه نفس الموقف، واضطر إن هو يهرب لجزيرة قبرص حيث ومات هناك، ما رجعش حاكم لمصر تاني. Ptolemy the tenth continued to be the king of Egypt till the Alexandrians arose against him. يعني أثاروا عليه in 88 BC. Like his brother Ptolemy the ninth, زي ما حصل مع بطليموس التاسع، Ptolemy the tenth fled to Cyprus, to the island of Cyprus, till he died. يعني ما رجعش مصر تاني. After the death of Ptolemy the tenth, his brother Ptolemy the ninth became once again the king of Egypt and was supported by the Alexandrians. بموت بطليموس العاشر يبدأ الفترة الثانية من حكم بطليموس التاسع. زي ما قلنا بطليموس التاسع انقسم عصره لفترتين، الفترة الأولانية بموت والده حتى عزله، تمام، وبعد كده عزل لفترة كده معينة في جزيرة قبرص، ورجع تاني ملك لمصر من 88 حتى 81 قبل الميلاد.
خلاص. يقال ان بطليموس العاشر بطليموس التاسع بعد ما رجع مصر توج نفسه كملك مصر المرة اخرى، ويقال ان هذا حصل هذا التكليف من قبل احد كهنة الاله بتاح في منفس. ويقال ان هو تزوج بقى مين؟ تزوج لا هو ما تزوجش، قصدي هو عين بنته اللي هي برنيكي الثالثة كحاكم مشترك معاه في الحكم، حاكم مشترك معاه في الحكم. وبالتالي ان برنيكي الثالثة ظهرت كملكة لمصر مرتين، مرة كزوجة لبطليموس العاشر اللي هو عمها، ومرة أخرى كشريكة للحكم مع أبيها بطليموس التاسع أثناء الفترة الثانية لحكمه لمصر سنة 88 ل 81 قبل الميلاد. وللأسف بطليموس التاسع توفى سنة 81، وأصبحت برنيكي هي الكوين اوف ايجيبت بشكل مستقل. يبقى after his return Ptolemy the ninth, Psalter the second was crowned for the second time to be the king of Egypt by Barno the priests of Betah. He appointed his daughter Berenike the third, عين برنيكي الثالثة as a co-regent with him, كحاكم مشترك معاه. تمام. Ptolemy the ninth died in 81 BC, توفى خلاص. And his daughter Berenike the third became the sole king or the sole queen of Egypt. معنى كده ان برنيكي الثالثة or كيلوباترا برنيكي became the queen of Egypt twice. She became the queen of Egypt by marrying her uncle Ptolemy the 10th Alexander the first. This was the first time. And after that she became for the second time the queen of Egypt by being the co-regent of her father Ptolemy the ninth during his second period of reign. أثناء فترة حكمه الثانية. يبقى مرة كزوجة ل كحكمة مصر كملكة في وجودها كزوجة لبطليموس العاشر اللي هو كان في نفس ذات الوقت عمها، وبعد كده أصبحت ملكة على مصر أو كحاكم مشترك مع أبيها في فترة حكمه الثانية حتى وفاته. During his reign, Ptolemy the ninth, the Roman dominance in Egypt became obvious. الحقيقة الوجود الروماني في مصر بيزداد يوما بعد يوم، حتى سقوط مصر في أيدي الرومان بعد كده في آخر فترات طبعا الحكم البطلمي، لدرجة إن روما كانت يعني تدل لنا الوثائق إن روما كانت كل شوية بتبعت بعثات واستكشافية كده لإن إحنا نشوف الأوضاع الاقتصادية للبلاد. يبقى during the reign of Ptolemy the ninth, Sulter the second, the Roman dominance in Egypt became very obvious during his second reign in particular. Rome sent many diplomatic missions, بعثات دبلوماسية. During that time, what is the reason behind or what is the main target of these missions? To investigate, يعني investigate يستكشف يستطلع the political and economic status of the country. لازم يشوفوا الأحوال الاقتصادية والسياسية للبلاد، وهم بيتحينوا الفرصة. They try to have any opportunity to invade Egypt, إن هم يغزوا مصر. As for in the internal events, الحقيقة حصل كتير، يعني حصل ثورات في عهده في عصر 88 قبل الميلاد، بالرغم من جهود بطليموس التاسع إن هو يبقي على علاقات جيدة وطيبة مع المصريين وخصوصا الكهنة، وإن هو يظهر في صورة الشخص المحب للكهنة والمحب للمعابد، لكن بالرغم من كده حصلت الثورات وحصلت بعض القلائل في البلاد نتيجة طبعا الأحوال الاقتصادية المتردية. As for the internal events in Egypt during the reign of Ptolemy the ninth, many uprisings were attested in 88 BC. Uprisings يعني بعض الثورات أو القلائل. Despite of the king's effort, بالرغم من جهود الملك to build good relations with the Egyptians, especially the Egyptian priests, وخاصة الكهنة المصريين through building the temples. بعد كده هيجي عصر بطليموس الحداشر اللي هو الإسكندر الثاني، وده ما قعدش كتير. ده بالمناسبة أحد التماثيل الضخمة احنا بنقول عليها كولوسس اللي موجودة في المتحف المصري، ويقال إنها بتنسب لعصر بطليموس الحداشر ألكسندر الثاني اللي حكم تقريبا أقل من سنة 80 قبل الميلاد. خلاص ادي الخريطة اهيت زي ما احنا شايفين. بموت الاثنين دول وعدم وجود وريث شرعي قوي، ما فضلش غير برنيكي على عرش مصر،
وبالتالي هم كانوا عايزين يدوروا على أي وريث أو شرعي يحكم مصر، لأن برينيكي ككوين ما ينفعش إن هي إيه تحكم لوحدها، لازم يبقى في ملك معاها، ولازم تحكم أو تتزوج أحد من سلالة العائلة البطلمية. وهي تزوجت ابن غير شرعي من البطلميوس العاشر، خلاص، اللي هو كان في نفس ذات الوقت زوجها. دوروا كده لقولوا ابن غير شرعي كان عايش بره مصر، وتم إحضاره وتزوج بيرينيكي الثالثة. ولكن يقال إن بطلميوس العاشر ده كان ليه يد في قتل بيرينيكي الثالثة التي كانت محبوبة جدا من قبل أهل اسكندرية، وصارت الثائرة عليه، وتم قتله. يبقى after the death of Ptolemy the 10th Psalter the second, Berenike the third became the sole king of Egypt, the queen of Egypt. The sole or the only queen of Egypt يعني الملكة الوحيدة على عرش مصر. It was important for her to marry descendant of the Ptolemaic family. كان مهم جدا ليها ان هي تتزوج احد من سلالة العائلة البطلمية او من سلالة المملكة البطلمية. وعلشان كده برونيكي the third married an illegal son of Ptolemy the tenth, Alexander the first. تزوجت ابن غير شرعي لزوجها اللي هو بطلميوس العاشر، و was living in Rome. قال ان ان هو كان عايش في روما، وروما رحبت جدا جدا بهذا الزواج. ليه؟ عشان من الاخر يبقى ليها عين على على مصر. هي حاولت استغلال بطلميوس ال11، او كانت بتتطلع لاستغلال بطلميوس ال11 ان هو يبقى زي سباي ليهم او عين ليهم على مصر. Therefore the Romans encouraged this marriage. يعني ايه encouraged this marriage؟ شجعت جدا على زواج برينيكي الثالثة من ابن جوزها، خلاص، بطلميوس العاشر. He was originally living in Rome. In order to, يبقى to make use of this son، ان هم يستغلوا هذا الملك او هذا الابن as a spy for their own sake، ان هم يستغلوه كعين عليهم، يعني ان هو يستطلع احوال مصر حتى يتم الاستحواذ على مصر في قبضة الرومان في النهاية. الحقيقة بطلميوس ال11 اخذ لقب الكسندر ذا فيرست علشان يتفرق من ابن ابوه بطلميوس العاشر اللي هو الكسندر ذا سكند، عشان ياخد يعني نفرق ما بينه وما بين ابوه الكسندر ذا فيرست. اول ما تزوج مرات ابوه اللي هي برينيكي الثالثه راح قتلها، وزي ما احنا قلنا ان برينيكي الثالثه كانت شخصيه محبوبه شويه من اهل اسكندريه، فبالتالي ثارت الثائره عليه وتم قتله في سنه 80، نفس السنه اللي تولى فيها الحكم، يعني ما قعدش على حكم مصر ما كملش سنه. The new king namely Ptolemy the 11th held the title Alexander the second. خلاص as soon as he married his stepmother برينيكي الثانية الثيرد، Ptolemy the 11th killed his wife who was beloved by the Alexandrians. قتلها، قتل برينيكي the third. And therefore he was killed in 80 BC after being the king of Egypt for a very short period of time. بعد ما أصبح ملك على مصر لفترة زمنية قصيرة جدا جدا، وبالتالي بين